من الأشرفية نيوز. نحن مباشرة من منطقة عمارة جلهوب الزلقة. المحلات مسكرة، السيارات خفيفة جدا، او ام تي فاتح، الترومبيت فاتحة، هاي شرطة البلدية، هذا سوق الزلقة. كله مسكر، شعلانة ماركت، بس في شرطة هون عم بتنظم. اجمالا المحلات الفاتحة يلي مسمح لهم يفتحوا كان ميني ماركت، ملك الطوق فاتح، ما بعرف اذا مسمح له. هوني ميني ماركت فاتحة، هوني صرنا منطقة جلد الديب، هذا يحيى الخضرة فاتح، ميني ماركت هوني فاتحة. جلدي ديب نوصل على ساحة جلدي ديب، هذا ميني ماركت فاتح، هاتي جلتي بالساحة قطعنيها. هلا رح نوصل على عمت الياس، هادي عمت الياس، مسكرين، صيدلية فاتحة، ميني ماركت. اجمالا على الميني ماركت عم يكون في شرطة بلدية، قدام كل ميني ماركت يكون في عجقة، عم يكون في شرطة بلدية، بس ما بعرف المطاعم اذا مسمح لها، يعني مثل الملك الطوق وفي هذا مطعم الملك وهذا الملحمة هون. هسه دلي اوكي، هذا عطلة ماركت، رح نضرب برمي على شارع المطاعم.